في تطبيق هذه التجربة. مهند اشرح لنا شو بدك تسوي. من الموجب. من الموجب. على الموجب. على الموجب في الأميتر. تمام. من السالب. تحط لأول مقاومة. أول ما بدك. ماشي. ده من هون. هاي إذا نوصل أول مقاومة لحالها. للسالب. تمام. أول ما دخل. الموجب. من هون طلع على السالب. تمام تمام. تشغل. لا بس والله جد هيها. زين حط لي حط أو طايشي حط أو طايشي أو طايشي. طيب. لا بس أنت لازم استنى. لازم تضبط هاي عشان ما يطلع لك احمر. اه صحيح تمام. لا هذا صفر 2 ملي امبير. لا ما هو لا لا شغل يا زلمه مالك. هي 2.3 ملي امبير بس عشان ما بعد قرار. يمكن نحرك كمان. قبل شوي يمكن نحرك كمان. بس تفصيلاتنا صح يعني لانه اعطى قراءه. خلص دبل حالك والباقي.